حياكم الله سادتي الأكارم في حلقة استثنائية وجديدة مع ضيفي العزيز الأستاذ رمزي نعمان ممثل البنك الدولي في العراق. حياكم الله أستاذ رمزي. أهلا فيك، مساء الخير أستاذ رمزي. بالتأكيد اليوم للبنك الدولي في العراق يعني دور واضح جدا لسنوات سابقة، وأيضا لديه الكثير من الرؤى والاستشارات سواء الحكومات السابقة والحكومة الحالية، وهذا كله يتلخص بعدة مشاريع ممكن الحديث عنها خلال اللقاء. لكن خلينا بآخر مبادرة أو دور للبنك الدولي في العراق، هو ما يتعلق بملف الإنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية. أرد تسلط الضوء على هذه المبادرة، هل سوف يكون للبنك الدولي طرح الرؤية فقط؟ هل سوف تتقبل أو يتقبل الجانب العراقي ما يتيح للبنك الدولي من رؤى بعملية الإنفاق، سيما وأن البنك الدولي أنا متأكد هو الكثير من الاستشارات أعطاها بهذا الملف، لكن اليوم تمحور أعتقد بهذا الملف تحديدا. تفضل. شكرا جزيلا أستاذي، وشكرا لاستضافتنا في قناة الرشيد، وطبعا بدي وجه تحية لمستمعيك. ولأقول أنه البنك الدولي الحقيقة بداية نحن نعتبر نفسنا شركاء لحكومة العراق، وقد وقبنا العراق منذ زمن في خطته للسير قدما ولمعالجة المشاكل التي يعاني منها طبعا بعد عام 2003. لذلك الحقيقة ما رأيت اليوم حول موضوع خارطة الإنفاق العام خاصة في مجال التنمية البشرية هي جزء بسيط من سياستنا في العمل في العراق، وكما تحدثنا أنه هذا الموضوع يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لعملية الإصلاح. فالنظر إلى مؤشرات التنمية البشرية والنظر إلى الإنفاق العام في هذا القطاع يتطلب منا أيضا الوقوف على بداية الإنفاق في القطاعات الأخرى، وبالتالي كيف يرتبط هذا الإنفاق العام بالسياسات التي تقوم بها الحكومة، وارتباط ذلك بتشخيص للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي. يعني بذلك نحن نعمل مع الحكومة على النظر إلى البرنامج الإصلاحي الذي طرحته الحكومة مؤخرا من خلال الورقة البيضاء، والذي ينظر إلى مجموعة كبيرة من المحاور التي تعالج الأزمات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، بالإضافة إلى ما ترتب مؤخرا من أزمات أكان على مستوى الكورونا أو على مستوى تدني أسعار النفط، والتي أدت إلى عواقب اجتماعية ومالية واقتصادية. شلون تقبلت الحكومة؟ بالتأكيد أنا الموضوع كورونا أريد أخذه بشكل على حدة، لكن تحديدا بعملية الإنفاق للحكومة. تعرف ذكرت قبل قليل حضرتك أنه الاقتصاد الريعي وإلى آخره من التزامات الحكومة إضافة للقروض الأخرى، لكن هل بالإمكان الحكومة أن تتقبل رؤية تضع لها كيف تنفق، سيما وأن الحكومة اليوم في كل مرحلة لها تحديات، كانت قبلها تحديات عصابات داعش الإرهابية، اليوم جت تحديات كورونا، ملف سياسي، ملف أمني. السؤال كيف سوف تتقبل الحكومة العراقية مثل هكذا رؤية؟ خليني لو سمحت ركز على نقطة التقبل لأقول أنه لسنا بصدد أن نطرح أمورا على الحكومة العراقية هي خارج إطار بحثها. نحن خارج شركاء قدرتها يعني. نحن شركاء لأقول أنه كل هذا الكلام هو كلام مع الحكومة العراقية ومع الجهات العراقية التقنية المعنية، أي أن التشخيص الذي نقوم به هو تشخيص بالشراكة. فإذا أقول أن المؤسسات الحكومية تدرك الخطر الذي هي فيه، وخاصة أنها تنظر إلى مؤشرات. أكنا نتكلم عن قطاع الصحة، ووزارة الصحة والخبراء الموجودون في وزارة الصحة يدركون تماما أن الواقع الصحي واقع صعب، وهم يعانون ما يعانونه من قلة الموارد التي تصرف لهم من خلال الموازنات. طبعا هم يدرون جيدا أن أهمية العمل على موضوع تعزيز الرعاية الصحية الأولية، على موضوع أهمية النظر إلى الضمان الصحي الذي يؤمن الصحة للمواطن، إلى محاولة خفض الفاتورة خاصة التي يسددها المواطن من جيبه الخاص، إلى أهمية دعم عمل المستشفى الخاص وعملية موائمته مع عمل المستشفى الحكومي وتعزيز جودة الخدمة. إذا كنا نتطلع إلى التربية، أما في شك أن الحكومة أيضا شخصت أهمية وجود البنى التحتية، محاولة إعادة النظر بالمناهج، محاولة تطوير قدرة فإذا ما نتكلم عنه هو تشخيص مشترك بيننا وبين الحكومة للأزمات. طبعا الحكومة تحاول جاهدة والمؤسسات الحكومية تحاول مواجهة هذه الأزمات، وتسعى من خلال هذا الحوار السياسي الذي تحدثنا ضمن سلة إصلاحات متكاملة
لأن تحاول أن تدفع لجهة تعديل الإنفاق الذي يلحظ لها بالموازنات لجهة رصد المشاريع الاستثمارية التي تسمح لها بتطوير قدراتها. يعني هو بالعادة عملية التشخيص بالتأكيد أستاذ رمزي يعني سواء طلع من البنك الدولي أو حتى من الحكومة اللي دائما هي تشخص الخلل، لكن وهذه رؤية عامة، هل تعتقد أن عملية أو طريقة الإنفاق الغير صحيحة في بعض الأحيان سببها هو عدم دراية مشكلة الأزمة وعدم تحضير ما يمكن إنفاقه، يعني وين الخلل بالضبط؟ أستاذي لا يخفى على اثنين أن المشكل الأساسي من في 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 الاقتصاد وفي التركيبة هو التضخم الحاصل على المستوى الوظيفي. لا شك تعلمون جيدا أن القطاع العام متضخم جدا في العراق، وأن الإنفاق إذا ما نظرتم إلى الموازنة يذهب بمعظمه إلى الإنفاق الجاري على الرواتب وعلى التقديمات التقاعدية، وبالتالي يقلل هامش المشاريع الاستثمارية والاستثمار، وبالتالي هذا يدفع لحصر الإنفاق بهذه البنود، خاصة إذا ذهبت إلى الوزارات القطاعية ونظرت إلى ما هي موازناتها. موازناتها الأكبر هي على مستوى الرواتب. فإذن نحن لدينا أزمة بهذا الموضوع، ويجب أن يعاد النظر من خلال إصلاح باتجاه النظر بموازنة. يعني سبق وأن يعني البنك الدولي أعطى نصيحة في الحكومة السابقة، أعتقد حكومة عادل عبد المهدي، أعطت نصيحة بأن يكون هنالك تقليل بعمل بالوظائف الحكومية، لكن ما شفنا الحكومة التزمت بهذا الموضوع، وطبعا هو خارج عن إرادة البنك الدولي، لكن بالرؤية طبعا تحكمها أمور سياسية وإلى آخره. لكن في حال استمرت اليوم، في حال استمرت اليوم الحكومة بعملية التوظيف في القطاع الحام بالمقابل عدم مثل ما ذكرت وجود موازنة استثمارية قليلة، وين راح تشوف، وين راح يروح الاقتصاد العراقي؟ سيدي خليني بس أنا أرجع للي تفضلت ببداية كلامك. نحن نتحاور ونشخص لنقول حتى لا يحمل الكلام أنه نحن لا ننصح بعملية بالبعنة أنه الحكومة تدري تماماً أين تذهب، ولكن نحن نشخص ونقول أن الخيارات يجب أن تكون إيجابية. يعني تحاول أن تخفض من حجم القطاع العام، تخلق لدي فرص بالقطاع الخاص، لديك الهامش تقلل باسم ما تماما، أنت تخلق المساحة والبيئة المناسبة لاستثمارات قطاع خاص وشركات قطاع خاص تسمح بخلق فرص عمل، تعطي الخيار أمام المواطن إما بالذهاب إلى العام وإما بالذهاب إلى الخاص، وتعطي هذه الحوافز وتؤسس لقوانين تسمح بالفعل بهذه ببناء هذه العلاقة. مثلا قانون تقاعد موحد يستطيع أن يجمع بين العام والخاص، وبالتالي يستطيع هذا الموظف بالعام إذا خيرت له فرصة الذهاب إلى الخاص أن يأخذ معه منافعه التقاعدية دون أن يشعر بلحظة أنه سيخسر شيئا إلى الخاص، ويستطيع أيضا الخاص إذا أراد أن يأتي إلى العام يأتي إلى العام. فإذن لديك مجموعة من الأمور يجب العمل عليها ضمن سلة تسمح بالفعل أولا بخلق بيئة مناسبة لاستثمارات القطاع الخاص ودخوله إلى السوق، وهذا يخلق فرص عمل. وطبعا لديك جانب آخر يجب العمل عليه، ألا هو القطاع المصرفي الذي يسمح بالفعل بزيادة الاستثمارات وفتح المجال أمام الشباب بالدخول بمبادرات فردية استثمارية تسمح بخلق فرص عمل داخل حقه صراحة هو. لكن خليني بما أنه فتحت أنت موضوع القطاع المصرفي خليني نفوت به. طبعا اليوم التركيز ربما جزء منه راح يروح على القطاع المصرفي سواء على مستوى الحكومي أو حتى على المستوى الدولي، باعتبار اليوم السلة التي تحمل الأموال في العراق هي المصارف. هناك مبادرات أعطية سواء من البنك المركزي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مصارف قطاع خاص تذهب بأن تمنح القروض، لكن كل ذلك شفنا هناك آراء على القطاع المصرفي في العراق أنه بحاجة اليوم إلى تطوير، بحاجة إلى أن يبذل جهد أكبر بأن يمنح الثقة لدى المواطن، بأن يعطي يعني فوائد ممكن على الوداع. رؤية يوم البنك الدولي بشكل عام على القطاع المصرفي العام في العراق؟ عزيزي تعلم جيدا أنه أنتم ورثتم قطاع مصرفي لسنوات من سنوات، وهذا القطاع المصرفي محصور بالبنوك المملوكة من الدولة والتي تحتز الحيز الكبير من المساحة المصرفية. لا في شك هناك مجموعة من البنوك التي تعمل على المستوى الخاص، ولكن الحقيقة عملياتها محدودة جدا، عملياتها لا تتعدى بالمجمل عمليات صيرفية. لذلك ما يفتقد إليه هذا القطاع المصرفي الخاص هو الدخول إلى مجال المبادرة في إعطاء القروض
وخاصة فتح المجال أمام الاستثمارات وخلق الفرص العمل لهؤلاء الشباب الذين يرغبون بالدخول بالقروض الصغيرة والمتوسطة التي تسمح ببناء عمل مستقل والذي قد ينتج وظائف بالفترة اللاحقة. فهذا الدخول بهذا المجال عبر تشجيع القروض الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص هو أحد الحوافز الأساسية التي يمكن السير إليها، طبعا مع تقدير المبادرات التي يطلقها المصرف المركزي والتي بعض المبادرات الأخرى التي تندرج بإطار استراتيجيات ومشاريع أخرى كاستراتيجية الحد من الفقر وكالقروض التي تمنحها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ولكن من المهم جدا أن نفتح المجال أمام أيضا القطاع الخاص المصرفي لأن يتطور ويعمل، بناء إمكانياته، بناء قدراته، إيجاد القوانين والنظم والتعليمات التي تسمح بالفعل بتنظيم هذا القطاع وبإعطائه هذا الحس من الأمان الذي يسمح له بالاستمرار وبالازدهار وبالنمو أكثر. يعني يمكن توافقني أو لا أستاذ رمزي، أنتم اليوم قريبين على السوق أولا والقطاع المصرفي ثانيا، اليوم القطاع الخاص لا زال بالعراق لا زال يعاني من مشاكل الروتين والبيروقراطية والتعامل مع الحكومة، خاصة وأن اليوم الحكومة يعني ولسنوات سابقة هي من تأخذ على عاتقها كل المشاريع والقطاع، والقطاع الخاص دائما ما يتبع الحكومة ويركض وراءها ويهرول بأخذ المشاريع، بالمقابل أكو مشاريع. لكن هل بالإمكان اليوم أن يصبح القطاع الخاص هو ذو إرادة قوية بالعراق؟ خلينا نصيغ السؤال، هل بالإمكان القطاع الخاص أن يبني نفسه بنفسه بدون اعتماد على الحكومة؟ أكيد يستطيع. عندما نتحدث عن بيئة ملائمة للقطاع الخاص لينمو هناك مجموعة من الأمور التي يجب أن يصار إلى تأمينها. تحدث حضرتك عن القطاع المصرفي، كيف يمكن للقطاع الخاص أن ينمو إذ لم يكن القطاع المصرفي قادرا على دعمه؟ كيف يمكن للقطاع الخاص أن ينمو دون أن يكون هناك ضوابط تنظيمية تسمح له بأن يستطيع الانفتاح وتسمح له بأن يستطيع التطور؟ نحن ننظر إلى تقرير يصدر البنك الدولي بشكل سنوي حول ريادة الأعمال في العالم، والعراق يحتل المرتبة 177 من أصل 192 دولة. فإذا نحن ننظر إلى أزمة أساسية في محاولة إيجاد الضوابط اللازمة لتطوير ومنح الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار، وأنا أتحدث عن القطاع الخاص المحلي والقطاع الخاص الخارجي. بس للإشارة أنه يمكن جنابك كنت في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق منذ سنتين، وكان في يوم من الأيام هو يوم مخصص للقطاع الخاص، مما كان الحضور مميزاً وكثيفاً لدرجة. بس للإشارة إلى رغبة الشركات بالقدوم إلى العراق كان كثيفاً لدرجة أن الجهة المنظمة الكويتية اضطرت إلى تغيير موقع الاجتماع لتستطيع استيعاب هذا الكم الكبير من الشركات التي أرادت وأبدت الرغبة بالحضور. بكي أقول إنه هذا الكلام يعطي مؤشر أن المجتمع الدولي والقطاع الخاص العالمي جاهز للدخول إلى العراق، والعراق يحتل مرتبة مهمة جداً. سليم نعم. لكن تأمين هذه البيئة ضروري جداً، القوانين والتنظيمات التي تسهل الدخول، آليات بناء مؤسسات، آليات إنشاء مؤسسات، آليات العمل على مستوى العمل اليومي، إعطاء الضمانات السياسية والضمانات الأمنية التي تسمح لهذه الشركات بالدخول. إذن كل هذه تأتي ضمن سلة لتحفيز القطاع الخاص. خلينا ما نروح بعيد على موضوع اللي بإمكانية أن تكون حكومة ذات انفاق صحيح وحقيقي، لكن خلينا نرجع للبنك الدولي اللي مثل ما ذكرت بالبداية أنه هو الآن شريك مع الحكومة العراقية. بمختصر، ماذا قدم للبنك الدولي الحكومة من استشارات من دعم في ظل الأزمة المالية اللي عاشها قبل كورونا، اللي يعني عصابات داعش الإرهابي وعملية التحرير، كورونا، العجز الكبير مع الموازنة، وين كان دور البنك المركزي البنك الدولي بهذا الموضوع؟ أستاذي، نحن ننطلق من موقع الشراكة على مروحة كبيرة من الأمور. أولا لأشير أنه تجربتنا في العراق ومحفظتنا في العراق هي محفظة 2 مليار دولار أمريكي. على أي سنة هنكم؟ هذه المحفظة الحالية. بس لأعطيك فكرة أنه هذه المشاريع تغطي مجموعة كبيرة من القطاعات، بدءا من المشاريع الإصلاحية الاقتصادية المالية، وصولا إلى المشاريع الإعمارية، وصولا إلى المشاريع الاجتماعية. والحقيقة تلامس شريحة كبيرة بما فيها الشباب والنساء والفئات الفقيرة. يعني بس لأقول أنه نحن موجودون، وخاصة أنه لسنا فقط على مستوى تقديم المشاريع وإقراض، إنما موجودون أيضا على مستوى الدعم التقني. ماذا قدمنا؟ نقدم تقارير وتشخيصات دورية تستند إلى معلومات
نتشارك فيها مع الحكومة العراقية وإلى تحاليل يتم العمل عليها مع العراق. بس لأشير أن الورقة البيضاء التي أصدرتها الحكومة كانت قد بدأت بمبادرة أطلقها البنك الدولي في اجتماعه السنوي الذي عقد عام 2019 في واشنطن، والذي قدمنا بعدها نموذجا بسيطا لورقة بيضاء استندت إلى تشخيصنا للأزمات الهيكلية للاقتصاد. واللي أعتقد أنه هذه الورقة التي قدمها البنك بني عليها ووسعت ضمن الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، اللي هي تشارك بنفس الرؤى. ما في شك، لأنه في نهاية المطاف أستاذ، تشخيص الأزمات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد هو تشخيص قديم. الكل يجمع أنه هذا اقتصاد يستند على اقتصاد يستند حصريا على النفط، وتقلب أسعار النفط عانيتم وما زلتم تعانون من هذه التقلبات. إذا ارتفعت الأسعار كنتم بخير، إذا تدنت الأسعار العراق في أزمة. خليني أذهب لكن بعد الفاصل سعد رمزي. ذكرت المحفظة، المحفظة البنك الدولي الآن هي بحدود 2 مليار دولار للعراق. أريد أعرف قد انصرف منها وش قد الباقي، وين اللي انصرف منها، وليش هاي المدة الكبيرة كلها ما تم صرف المبلغ إذا كان متبقي. إجابتك بعد الفاصل سيد رمزي. مستمر وياكم سادة المشاهدين، نشوفكم بعد الفاصل. مرة أخرى حياكم الله سادتي الأكارم، ورحب مرة أخرى بضيفي العزيز أستاذ رمزي نعمان ممثل البنك الدولي في العراق. أستاذ رمزي، تكلمنا عن المحفظة التي هيئها البنك الدولي في العراق التي بلغت 2 مليار دولار. أريد أعرف المبلغ اللي صرف من 2 مليار دولار، وين صرف، وإمكانية القطاع أو القطاعات التي ركزتم عليها. محفظة هي 2 مليار دولار صحيح، ولكن ما زال في هذه المحفظة ما يقارب المليار و200 أو مليار و300 مليون دولار ما زالت لم تصرف. الحقيقة نحن نتحدث عن قروض، فالعراق دولة متوسطة الدخل، أي أنها تستفيد من قروض البنك الدولي، وطبعا هذه الأموال هي تمول مجموعة كبيرة من المشاريع، منها على سبيل المثال للحصر مشروع إعادة إعمار المناطق المحررة أو المشروع الطارئ للتنمية، الذي خصص بداية مبلغ 350 مليون دولار عند بداية التحرير، ومن ثم استكمل بتمويل إضافي قيمته 400 مليون ليبلغ المجموع 750 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة، وهو يغطي قطاعات مختلفة، طرق ومباني، مياه، بلديات، تربية، كهرباء. فإذا نحن نحاول كنا من خلال هذا المشروع أن نستجيب لطلب فوري من الحكومة العراقية. كانت حالة طارئة طبعا، نحن نتحدث عن حالة طارئة، وطبعا أمام الكم الكبير من الأضرار الذي برز معنا نتيجة دراسة اللي قام بها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط لتحديد حجم الأضرار التي أصابت هذه المناطق. عندما أتكلم عن 750 مليون دولار أتكلم عن نقطة في محيط، يعني لتسد شيء بسيط. بالرغم من هذا الموضوع، هذا المشروع الذي وقع منذ أكثر من 3 سنوات ما زال حتى الآن ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي فيه لم تصرف، وهي مبالغ خصصت لمشاريع وارتبطت بوزارات. فهذه القروض التي ينفذها البنك الدولي أو يمولها البنك الدولي تنفذها مؤسسات حكومية. فقط لأقول يعني أنه نحن أمام واقع صعب، فإذا في مناطق تعاني من دمار. نحن الآن تقوم الحكومة بإطار سياستها لإغفال مخيمات النازحين وإعادة الأسر إلى مواقعها، وبعدما هي أمس الحاجة لأن تذهب اتجاه. بحثت على أسباب عدم صرف هذه المبالغ. والله مرت هذه الأمور كما غيرها من المشاريع بتقلبات كثيرة، وهذا موضوع نقاش يعني لا يخفى ولا نتكلم عنه سرا، إنما موضوع نناقشه مع الحكومة ومع المؤسسات الحكومية بشكل يومي، ولمحاولة بالفعل تحرير هذه المبالغ باتجاه دفعة لتقديم الخدمة وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية. المشكل أنه تغييرات وزارية قد تحصل، تغييرات على مستوى فرق العمل تحصل، تأخيرات روتينية إدارية تحصل، ولكن كل هذا أستطيع تقبله، ولكن يبقى الأمر الأساس أننا أمام مواضيع مستحقة وطارئة تتطلب هذا التدخل الفوري. أنا قبل لا أفوت بالقسم الآخر من القروض، لكن خليني أشير لنقطة دائما ما يمكن حتى أنتم سألتم بها بأكثر مرة، كيف العراق أن يسدد هذه القروض؟
ما هي الآلية التي بحثها العراق مع البنك الدولي بتسديد هذه القروض؟ كما ذكرنا أن أعتقد الفائدة كانت بسيطة جدا قياسا بالقروض إذا ما ذهب لجهات أخرى يقترض. صحيح. رغم هذه الفائدة ورغم هذه القروض والحالة الطارئة، لكن الصورة التي وصلت للشارع العراقي بأن العراق هو غير قادر بأن يسدد هذه القروض، والبنك الدولي الآن يعني بوجه أو آخر يضغط على الحكومة بتسديدها. بلش من الآخر، ضغط لحن ولا نضغط، بس لأقول لك أن العراق يسدد قروضه بشكل منتظم، ما في أي تأخيرات. دي يسدد؟ ما عنده مشكلة بتسديد القروض مع البنك الدولي، وخاصة كما تفضلت وذلك فوائدنا قليلة جدا، بس هذه القروض تسدد بشكل سليم. نحن اللي بهمنا أكثر أن تصرف هذه القروض، يعني جنابك تذهب إلى المصرف لتقترض لشراء سيارة، عندما تحصل على القرض ما بتاخده على البيت، تذهب لشراء السيارة. هذا القرض هو تحديدا لتقديم هذه المشروعات، فلننفذ هذه المشروعات، لأنه في نهاية المطاف هذه المشاريع هي للناس ولتحسين نوعية الخدمات للمواطنين. ممكن يكون موضوع سياسي يعني يدخل بالملف السياسي بأن يمتنع عن إقراض لوجود اعتراضات، لهم أكيد تسمعون هناك اعتراضات كبيرة سواء من مجلس النواب سواء حتى من سياسيين مستقلين يذهب بعدم أو يدعو ويحذر الحكومة من الاقتراض تحديدا بين الدول. أستاذي، نحن نتكلم عن قروض قديمة وهي اقترضت منذ أكثر من 3 سنوات وحصلت موافقة بها أعتقد، هي تصدر بموجب قانون يوافق عليه البرلمان، وبالتالي هذه قروض أصبحت ملزمة يعمل عليها، والحكم استمراري، ليس هناك من قروض جديدة. يعني لنقول أنه والله هذا الكلام السياسي يأخذ طابع في التأثير على القروض الحالية، نحن نتكلم عن قروض موجودة وعن أموال موجودة، وبالنهاية أعتقد أنه لا يجادل اثنان على أي مستوى سياسي كان أنه خدمة المواطن العراقي وتأمين البنى التحتية الأساسية أكان على مستوى الصحة أو على مستوى التربية أو على مستوى الدعم الاجتماعي ليست بالأولوية الآن في هذا الوضع الاقتصادي الصعب. زين، ليش هذا الحذر دائما نسمعه أكيد يعني سواء وتحديدا من سياسيين وليس من اقتصاديين مختصين؟ دائما هناك تحذيرات من سياسيين سواء مشاركين بالحكومة وغير مشاركين بالحكومة، ويحذرون من التعامل مع البنك الدولي، لا تقتربوا من البنك الدولي، البنك الدولي سوف يورط العراق بمبالغ وقروض ربما أجيال سوف تسددها، حذر وريبة من البنك الدولي، شو تفسرونها؟ أعتقد إذا بتسمح لي أن أشير أنه هناك لغط بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية ونقدية تعمل على سياسات اقتصادية مكروية مع الحكومات. البنك الدولي مؤسسة تنموية تعمل على خفض الفقر وزيادة الازدهار الاقتصادي، ولذلك هذه المشاريع التي نعمل عليها أولا. ثانيا، هذه القروض هي قروض بقرارات وبطلب من الحكومات العراقية المتعاقبة، أي مو البنك الدولي قدم. أي أن البنك الدولي لا يفرض، جنابك البنك ما بيفرض عليك قرض، أنت تسير على قدميك للبنك وتطلب قرض. يعني البنك الدولي ما يقدم مقترح أن عندي هذا يعني عرض أن هذا قرض، لا لا لا، لا أبدا أبدا، مثل ما نشوف بالمصارف أبدا. برجع بقول لك ببساطة واسمح لي أعطي هذا المثل البسيط، أنت ما تريد أن تقترض من البنك تذهب على قدميك بملء إرادتك لتقترض، البنك ما بيجي بيقول لك على البيت دق البيت بدي أعطيك مصاري. لذلك أقول لك البنك الدولي بنفس الأسلوب، إذا لم يسر بطلب رسمي من الحكومة المعنية بأي دولة مش بس بالعراق لطلب مساعدة البنك على أولوية يتم التوافق عليها. نحن لا ندعم مشاريع فقط لدعم مشاريع سياحة، نحن نتكل إذا كانت أولويتك، نحن ندعم أولويات، أي أن هناك قرار حكومي واضح بالأولوية وقرار حكومي واضح بالطلب من البنك الدولي لإقراض المؤسسة. ولأشير أن قروض البنك الدولي صحيح قروض مالية، ولكن فيها جانب دعم تقني كبير جدا. اللي هو شو؟ دعم تقني، يعني نحن نأتي بأفضل التجارب الدولية ونضعها بتصرف الحكومات التي تذهب بإطار مشروع معين. بس لأشير مثلا، أنت هل كنت تصدق أن الصين تقترض من البنك الدولي؟ الصين تقترض من البنك الدولي ليس لأن بحاجة للأموال، بل بحاجة للدعم التقني الذي يأتي مع الأموال، لأن هناك
ثقل معلوماتي، هناك تجارب، هناك تقنيات، هناك تجارب من دول مختلفة من العالم ممكن يطبقها. يوضع طبعا، يوضع، ونحن نأتي بأفضل التجارب. يعني تريد أن تنفذ مشروع، نأتيك بأحدث ما تم العمل عليه في دول أخرى ونوائمها معك للواقع العراقي. المشروع بالآخر هو عراقي وليس مشروع للبنك الدولي. المشاريع، خلي نأخذ مثل، هي مشاريع المناطق المحررة، نعم، والمشاريع الأخرى. أعتقد قبل دخول داعش العراق كانت التعامل مع البنك الدولي مستمر، لكن المشاريع التي دعمها البنك الدولي في العراق مشاريع مختلفة بقطاع الصحة والتربية، هل كان تنفيذ المشاريع قبل الحكومة يتلائم مع أفكار البنك الدولي ضمن هذه الأحداث التقنية؟ يعني أنا وضعت لك أحدث التقنيات بأن ممكن أن تنفذها يا حكومة عراقية، بس شفتوا المنفذ المشروع كما هو اللي راد البنك الدولي؟ نسمع احنا دائما هذا الموضوع هو خط أحمر، المشروع ينفذ كما تم التوافق عليه مع الحكومة العراقية ووفق الشروط ووفق القيود التي توضع في هذا المشروع. نحن حريصون كل الحرص على أنه كل دولار في هذا المشروع تذهب إلى المستفيد، أي أن الضوابط المالية والإدارية للمشاريع تخضع للآلية المعتمدة لدى البنك الدولي. بس لأشير أن البنك الدولي على مستوى العالم هو إحدى الجهات الائتمانية لدى كل الجهات المانحة في إدارة التمويل لجهة الصناديق الائتمانية، لأن آلياتنا دقيقة لجهة التأكد من أن الصرف هو صرف سليم والتنفيذ هو تنفيذ سليم، لأنه أي شائبة تشوب العمل نحن نوقف المشروع. شو راح تقدرون تراقبون كل المشاريع؟ مثلا خلينا نأخذ قطاع التربية في المناطق المحررة، هم بحاجة لأكثر من 1000-2000 مدرسة، وأنتم المعلومات التي تستنبطونها هي من وزارة التربية. أنا شو يعني هل بالإمكان هذه الثقة أنه تعطيها وزارة التربية هي من تعطيني محصلة المشروع؟ نفذت لك هاي المدرسة، هاي اللي نفذت، يعني تأخذ أنت معلومتك وزارة التربية ولا منه؟ نحن في عندك فريق على الأرض يقوم بالمتابعة، لديك جهة مراقبة ثالثة غير البنك تعمل على المراقبة والمراقبة الدقيقة والفورية للمشروعات وتجهر بشكل مفاجئ لمراقبة العمل، لديك آليات تقنية يعتمدها البنك لجهة الجيوسبيسيك أي التصوير الفضائي لمواقع المشاريع والتأكد من جودة. يعني هناك مجموعة كبيرة من الأمور التي يقاطعها البنك الدولي عندما أتحدث عن تقنيات جديدة. سجلتم أخطاء أو عمليات، خلينا نقول عمليات فساد بمشروع معين تم معالجته مباشرة، سجلتوا يعني هاي الملاحظات أو طلت الحكومة؟ يعني شوف دخلت على المشروع شو بي مشكلة. خليني أشير أنه هذه الشوائب تعترض العمل في كل مكان، ليس فقط في العراق، يعني أي دولة في العالم، ونحن نتحدث بظروف صعبة كظروف العراق ومناطق جغرافية واسعة ومناطق يختلف فيها النفوذ، لا شك أنه يشكل شوائب. لذلك نحن بحديث مستمر مع المؤسسات الحكومية حول الشوائب. طبعا شوائب بسيطة يستطيع المهندس المقيم في الموقع أن يعدلها، شوائب بسيطة تدخل فيها لا تؤثر على سير العمل بشكل عام. هناك بعض الإشكاليات على مستوى أعلى تتطلب تدخل فوري لإيقاف العمل، هناك مشاكل على مستوى أعلى تتطلب تدخل الوزير، وهناك آليات يستخدمها البنك للتحقيق. يعني مثل ما في عندك هيئة النزاهة لدى البنك الدولي أيضا جهاز النزاهة الخاص فيه الذي يتدخل في أي مشروع في أي منطقة من العالم تشوبه بعض علامات الاستفهام ويوقف العمل. لأقول أنه أي عملية شائبة في مشروع ممول من البنك الدولي وتوثق وبشكل تقني أنه هذه لا يسمح بها، هذا المبلغ لا يسمح بصرفه من القرض، يصبح بالتالي على كاهل الحكومة المعنية. طيب خلينا نتكلم على موضوع القطاعات، لكن حتى ما يضيق الوقت علينا، أبرز القطاعات اللي ركز عليها البنك الدولي خلينا نقول ما بعد عملية التحرير، هل أصبح التركيز على القطاع الصحي، على القطاع التربية؟ المجال مفتوح الحقيقة، نعمل في كل حسب طلب الحكومة. يعني نحن نعمل في مجال الكهرباء، نحن نعمل في مجال المياه، نحن نعمل في مجال الطرق، في مجال التربية، في شو يعني ما القطاع التي ترغب به أو النظر إليه؟ الحقيقة لدينا مقاربات في مشاريع، في قطاعات أكبر من قطاعات أخرى، في قطاعات الآن على مستوى الإصلاحي وعلى مستوى السير قدما نرى أهمية الاستثمار فيها ونتمنى أن يصار إلى الاستثمار فيها.
بس المروحة كبيرة جدا. لذلك أقول لك أنه نحن جاهزون للعمل مع الحكومة العراقية وفق ما تراه مناسبا ووفق أولوياتها. دائما البنك الدولي ذكرت قبل قليل حضرتك أو بداية اللقاء بأنه البنك الدولي يعطي بتقارير سنوية عن ريادة الأعمال، تقارير مختلفة، ضمن هذه التقارير معدلات لخط الفقر، معدلات للتضخم. من شلون حتجيبون هاي المعلومات؟ يعني تأخذوها من المؤسسات الحكومية، تأخذوها بشكل مباشر أو بنماذج مختلفة؟ خاصة ما نعرف بالعراق دائما هذه النتائج وهذه الاستبيانات يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، بأن معدل خط الفقر وصل إلى 30% تحت خط الفقر، وعد جهة ثانية تعطي رقم آخر، حكومة تعطي رقم آخر، بنك الدول يعطي بتقارير رقم آخر. شنو الأدواتكم اللي تعملون عليها؟ أول شيء الحقيقة يعني المعلومات هي من جهات مختلفة، ونعمل على تقاطع هذه المعلومات. في معلومات من الوزارات المعنية لا شك لأنها تمثل وجهة نظر رسمية، في معلومات من مؤسسات دولية، في معلومات خاصة فينا. يعني لدينا آلياتنا أيضا لإجراء مسوحات سريعة، لإجراء استمارات سريعة، آليات بحث عبر الوسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح لك بأخذ عينات مختلفة، تسمح لك بتقاطع هذه المعلومات للوصول إلى المجموعة أو إلى المعلومة الأدق. بس برجع بقول كما أشرت، والتقاطعات يكونك اختلافات بالأرقام؟ ما في شك أنه في الأرقام تختلف، بس أنه خاصة في بعض الأماكن ومرات في العراق يتشح علينا هذه المعلومات. بس هو الأهم أعتقد أنه يجب النظر إلى ما هو التوجه. يعني إذا كنت أنت لا تتطلع إلى معدل فقر لنقول 30%، أنا أقول 30.1، أحد أقول 30.2، نحن نتطلع إلى توجه أنه نحن بزيادة حضاري، نحن ذاهبون باتجاه زيادات. طبعا الأرقام دقيقة ومهمة، بس مرات كتير تغيب قواعد البيانات. يعني يمكن جنابك استمعت إلى النقاش الذي جرى، تغيب مرات كثيرة قواعد البيانات، وهذا أحد العوائق وأحد الثغرات التي يجب العمل عليها في العراق، ألا وهو تحديث أنظمة المعلومات، مشاركة ودقاء مشكلة تقريبا المعلومات. حتى بتحديد مشاريع حتى طبعا يعني وفي مشكلة أساسية هو عدم وجود بتنسيق المعلومات بين الوزارات والقطاعات المختلفة. يعني كل يمتلك معلومات ويحتفظ بها ولا يتشارك فيها. طبعا لدى وزارة التخطيط معلوماتها، ولدى دائرة الأحصاء وهي فئة جهة مجهود لها بتقنيتها العالية جدا والتي نميزها الحقيقة كبنك دولي. بس كمان في نهاية المطاف يجب أن يصار إلى تحديث هذه المعلومات. مرات كثيرة تبرز الثغرات والفجوات نتيجة عدم قدرة هذه المؤسسات بالوصول إلى المناطق المختلفة. نرجع منطلع إلى الإنفاق، ما هي الأموال التي تخصص لتستطيع بالفعل أن تسمح لهذه الجهات بالوصول إلى مصادر المعلومة، إلى التأكد من جودة المعلومة؟ فهون كلياته بيرجع يبرمنا إلى أهمية النظر ضمن سلة متكاملة من الإجراءات الإصلاحية التي تلامس كل القطاعات. جائحة كورونا أكيد هي خيمت على كل العالم، وأكيد كان البنك الدولي كثير من الرؤى والتقارير التي تناولت بها جائحة كورونا، لكن تحديدا بالعراق، ماذا كانت رؤية البنك الدولي للعراق ضمن جائحة كورونا؟ هل درس البنك الدولي إمكانية مساعدة العراق؟ أعرف أن كل مكتب هو عمل بذاته لدولة ما، لكن توقع كيف تعامل البنك الدولي مع جائحة كورونا في العراق، وكيف العراق تعامل مع جائحة كورونا؟ أحكي بالقطاع الاقتصادي تحديدا، كانت إجراءاته ضمن الطموح. لا شك أنه أزمة الكورونا هي أزمة أصابت كل العالم، ولا شك أنه ليس فقط على مستوى العراق، إنما أيضا على مستوى دول العالم جميعا فوجئت وحاولت أن تتكيف مع الجائحة واستيعابها، إن على المستوى الصحي وإلا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. طبعا في دول لديها الإمكانيات والتي استطاعت أن تتصرف بشكل سريع وأن تلزم مواطنيها أخذ الخطوات الوقائية اللازمة، أكان لجهة التباعد الاجتماعي أم ارتداء الكمامات بداية، وقطاع استشفائي استطاع أن يتفاعل مع الأزمة ومستجداتها. وفي دول أخرى لم تستطع على هذا المستوى الصحي، مما زاد من نسب الإصابات والوفيات. بس طبعا الكل عانى ما عاناه من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، بس كمان دول استطاعت أن تؤمن هذا الحافز الاجتماعي أو المالي الذي سمح للمواطنين بعدم
السقوط في فجوة الفقر وأعطى هذا استيمولوس أو المحفز المالي في دول أخرى لم تعطيه. إذا جيت تقارن على العراق، جاءت هذه الأزمة في وضع كان الاقتصاد العراقي بوضع سيء، كان لديك أزمة تظاهرات وأزمة غياب حكومي في حكومة تصريف أعمال، صار عندك انزلاق بأسعار النفط مخيف جدا، فإذا مصدرك الأساسي للإيرادات غاب، فإذا وجدت نفسك بأزمة مهمة جدا. أولا على المستوى الصحي، جهازك الصحي كان غير مستعد، ما كان غير جاهز للاستيعاب، وذلك نتيجة مشكلة أساسية وهيكلية، أنه أنت خدماتك الصحية على مستوى المحافظات صعبة، قانون العدم اللامركزية لم يعطي حقه بإيصال الخدمات الأساسية للمحافظات، الإمكانيات المتوفرة لم تكن موجودة، القطاع الاستشفائي لم يستطع أن يتكيف، وطبعا الوعي الصحي للمواطن لم يكن بحجم الأزمة. بقى صحي ممكن الجزء الأكبر وعدم استعداد. كل هذه الأمور الحقيقة تضخمت على القطاع العراقي، وطبعا الجانب الاجتماعي كان له الوقع الأكبر، يعني عملية منع التجوال، عملية الإجراءات التي حجزت المواطن أدت إلى زيادة نسبة الفقر. هل كان لدى الحكومة القدرة على تقديم هذا الدعم المالي؟ لم يكن لدى الحكومة القدرة، لأنه كان في عندك وضع اقتصادي صعب، وكان في عندك مشكلة إنفاق. وجدت أنت صباحا عندما تحدثنا عن عدم التوازن، لديك رواتب، هل لديك أموال إضافية تستطيع أن توجهها باتجاه مسارية اجتماعية؟ إذن عم نرجع لنفس القصة. لذلك أحد أهم التوصيات في هذا التقرير هو زيادة الآليات التي تسمح بمواجهة الكوارث في حال كنت أنت مستعد لأي كارثة في حال عملية الإنفاق. عندك نظام يستطيع أن يستوعب الأزمة ويحول لعدم جر الناس باتجاه الفقر والأزمة الكبيرة. أنا بسؤال أخير، طبعا يعني يحبني أن أعجبني أكون أكمل وياك بشكل كبير لكن ضيق الوقت، بسؤال أخير، ما هي قراءاتكم للاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة؟ لا أقول لي سنوات، المرحلة المقبلة، في ظل قرب عملية انتخابية، في ظل تذبذب بأسعار النفط، في ظل استمرار جائحة كورونا وعملية الإنفاق، ورؤيتكم اليوم لماذا يذهب الاقتصاد العراقي؟ يعني إذا بتسمح لي بكل تواضع، يعني طبعا أنا أتكلم من رأيي الشخصي، إذا استطعنا أن نعزل الواقع الإصلاحي والاقتصادي عن الواقع السياسي، لأنه لديكم الآن ملف إصلاحي مهم جدا ويمكن العمل عليه، بس أنت تعلم جيدا وجنابك تحدث في البداية عن العقبات السياسية التي قد تعترض خاصة بين السلطات المختلفة. العراق في أزمة، والعراق في أزمة وجودية يجب أن يعالجها، أولاً على مستوى الكوفيد على الكورونا، وثانياً على مستوى تحريك الاقتصاد بالاتجاه المزدهر. لا يستطيع العراق أن يتحمل تبعات أزمة نفطية ثانية، يعني لا تستطيعون إبقاء الاقتصاد مرهون بالنفط، وبالتالي يجب أن يتنوع هذا الاقتصاد بدعم قطاعات منتجة أخرى وسياسات غير نفطية. يجب العمل على الموضوع الإصلاحي، بناء المؤسسات، عملية النظر إلى تطوير القدرات، إلى زيادة المساحات التي تسمح باستثمار القطاع الخاص. كل الأزمات السياسية أو بالأحرى كل هذه المطبات السياسية، إذا استخدمت هذا التعبير، التي أنتم قادمون عليها لجهة انتخابات أشارت في وقتها أم تم تأجيلها، معناتها إذا تم تأجيلها نحن بإطار أزمة ستستمر، بإطار تشكيل حكومة، ونعلم جيدا الفترة التقديرية التي تأخذ في العراق لتشكيل حكومة وهي فترة طويلة جدا، بين 6 أشهر وسنتين وفق تاريخكم، يعني فإذا نحن ننظر إلى مراحل قادمة استحقاقات مصيرية. فهل تستطيع الجهة والأطراف السياسية المعنية أن تعزل هذا الأمر عن الموضوع السياسي وتذهب باتجاه تعزيز بعض الإصلاحات الأساسية التي يمكن أن تشكل بداية خارطة الطريق، تستطيع أي حكومة مقبلة أن تأخذ هذه الخارطة وتسير بها؟ لأنه لا أعتقد بتشخيصي أن حكومة أخرى أو أي رأي سياسي آخر قد يخالف الرأي الحالي لجهة تشخيص ما هي الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد. فما كنا ما دمنا متفقين على التشخيص فلنحاول جيدا أن نلتزم بالعلاج اللي هو
نحاول فيها. حاول. صراحة أنا كثير من الأسئلة عندي حابة أن أشارك بها مع حضرتك، لكن ضيق الوقت يعني يسمح لي أن أختم وياك. شكرا لصراحتك، شكرا للمعلومات القيمة أستاذ رمزي نعمان ممثل البنك الدولي في العراق. شكرا مرة أخرى. أنا بشكر استضافتك وبشكر حسن الاستماع للمشاهدين. شكرا لك، وشكر موصول لكم سادتي المشاهدين، حتى نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى ذاك الوقت في أمان الله.